ترى بعض الناس يستهين بالرجاجي وهذه مصيبة ترى. يستهين بالرجاجي يقولون يسولفون يقولون واحد مشهور مبشر ما ودنا نذكر اسمه. نعم. منطقة الجنوبية. وشجاع. شجاع مصيبته مصايب الأرض. وأسرف في القتل. أسرف. دخلوا الرجيم السوق شوف السوق الشعبي كانوا يتوافدون القبائل من كل ديرة. يوم معلوم في الأسبوع يتوافدون لها الرجاجي. يجيك ذاك اللي لا يعرف الغاوي اسم المندلة. قال وين هو فلان ذا اللي ازعجته نابه انه يفعل وانه والله لو القاه انها براسه يتدربه بين رجوله. اسمعه هو خاطف من وراه. اسمعه هو. اي نفسه الرجال. ايوه. قل رجال انك صير حافي الله يكرمكم ما يلبس حذاء يقولون يقولون مليان. تعالى. عصب. يقول خله يقول وانت نشد منه وين درب مراحه حق بالسوق ارى عال اركب خلص خلص السوق والله اني ارقد في السوق ما درى ذاك ما درى خله يوم خلص السوق يركب ذا على مطيته قد هب نفسه انها عن ترب شدد وجاك مروح وقد له في سبيل نسميه بعض الطرق عندنا سبل بين ال جدر وجدر ودخلت معها المطيات الرجال قد تنغوش لها في شجرة من فوق يوم عدت الناقة من تحت المطيات من تحت الشجرة ذي فضمر في ظهرها له وراه له بالخنجر في حقوه مسامة عط الخنجر في حقوه قال ولا اسمع حرف هبش ولا باقي لا لا عطى بس انذار تست مسام له شوي قال من انت يا لجودي انا في وجه الله منك كان انا ذاك الرجال قل لا إله إلا الله أي كان النبي يذبحه نعم أي كان النبي نعرف عنه إنه قال ترني في وجهك ترني في وجهك قال لسانك لما تثمن الكلمة اللي بتظهر من فمك لا تقولها ترى لو بغيت أذبحك الحين ذبحتك ولا عندي إلا في الله لكن احفظ الكلمة اللي تظهر من فمك يقول ما له يوم براد قال اعتكتك روح لعيالك روح روح يقول زين من علامة والله اني خلص وطيته وراح والله اني خلص اسمع فبعض الرجال لا تحقر لا تحقر الرجال نعم لا والله يا بعض انا عندي في المدرسه والله يا بعض الورعان انه بعض الاحيان يجيب لي كلمه انه يعميني بها نعم حجه قوه في الحجه لا تحقر الناس ما يكون صحيح سوى فقير ولا اجنبي ولا لا تحقره وقد صرنا به